جميل. شاهد من؟ شاهد من؟ الهامات أيها الشهداء، وبكم ترتفع القامات، وبتضحياتكم تنال الشعوب الحرية. وحدات الحماية ليست للكرد فقط أو للعرب أو للسريان، وحدات الحماية هي لجميع الشرفاء، لجميع من يطالب بالحرية. نحن رأينا في مناطقنا هنا بأن بداية الثورة من قادها هم أخوتنا الكرد، وقدموا مئات الشهداء في قرى عربية، فهذا أكبر دليل بأن هذه الوحدات ليست تختص فئة أو قومية معينة. نحن هدفنا وبناء مجتمع ديمقراطي متآخي، الكل فيه سواسية، عرب وكرد وسريان، تحكمنا الأخلاق. فمنذ فترة جميعكم سمع بمقتل عائلة كاملة في عفرين تتألف من 7 أشخاص. هذه العائلة أيها الأخوة كانت من المكون العربي، لم تكن من المكون الكردي. هذه العائلة كانت عائلة نازحة من إدلب. فليكن بعلم الجميع بأن آلة القتل التركية لن تميز بين عربي وكردي وسرياني، هي تستهدف الإنسان الحر في هذه المنطقة. فتركيا تحاول إعادة بناء الدولة العثمانية. منذ فترة زار أردوغان إفريقيا وتوجه إلى السودان، وبعد انتهاء زيارته صرح عمر البشير أنه اشتاق إلى الخلافة الإسلامية. فهل أردوغان يصبح بأن يكون خليفة للمسلمين؟ هل من يدافع عن أهله وعن أطفاله وعن بيته في عفرين أصبح إرهابيا؟ ومن يقتل الأطفال والنساء ويهد البيوت على رأس أصحابها خليفة للمسلمين؟ هل هذا هو الإسلام؟ نحن ندعو جميع أخوتنا من عرب وكرد وسريان إلى النظر إلى الحقيقة وإلى التوحد، لأن آلة الدمار هذه لن ترحم أحدا، وعلينا أن نسير حسب فلسفة القائد عبد الله أوجلان عندما قال: إذا لم يدر النضال من داخل الطليعة الثورية بقوة ومهارة فإن الثورة سوف تحكم بالفشل ولو بعد 70 عاما. دمع قلق خوزة آزاد جيان بك بدل آزادية بدل في جيان آزاد تشتي هري بقيمة وبرومة. دمع إنسان خوينا خوى بقربانا قلي خودك في شهادة برومات لرهوال النظام شهيدا يقول چپر آزادية يقول چپر برخدان الشرد كن يبكي يبجي هزن ألك فارستني وقصده لحمي شربان آزادية أمبيروز كن طيبات يقو دي برخدانا رومت دي لعفرين برخدانا برخد دي أملوا بيروز كن أمل قل عفرين بيروز كن قل ولا بارزي إيجا أبي ريشا دو أردوغان لهمبر قل باقر سوريا كن هدف اوی خیابو نتنه گل گل لبره حمی بگاته گل باگر سوریه جیان دکن یکو آزادی خوب دست کسنه یکو انجام شورش خوب جیان دکن به حمی بگاته خوبه به کرد خوبه به عرب خوبه به سریان و ارمن خوبه به آشوری و کلدان خوبه بدون
دوبانی خوبه بچچانی خوبه حمید پیک هاته یا هدف دیگره شر گوده گردریا دورت احتر دکه او گلی گومناب و ابناب کرن حمیا جی دست عثمانی قتل عام دیدنه تارانی و ایرانی میدنه یعنی اردوغان قاتل جن و زاروکن واقل حمیه و قل عرب جبل اینا حمو قل ما هات هدف کرتن اسم الحركين شبان عن تريل الاسم والنسبة وائل خرف اسم الام بديعة اسم الاب لفي عدا بيروز لفي شهيد لقا بيروز أستنى بي مرباطة شهيد شبان دآخبه مش بي مرباطة قوتا مدبي دبآخبه روجا شهيد شبان شهيد كك أف شهيد شبان وكومة هبالي سوزا انتقاما شهيد شبان دان وفي هبالي سري فرطة وانوي عمري بجوك حمو شبري شرطة دا حاضر بو بوس بوس عطا روج آبا دا شكر وسري فرطة وان وب أوقع لهنجي قها كروانا شهيدا وشهيد كان أز بجنا أخوا البردياوي وبابيوي وحمود عليك وبابي شهيدا بالطويل جبركو وين نقح رمان با وين نشير با وشير نطاري سروي عبدي هل بشي جوارا باكا شهيدا بليلين 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 زاغانا زاغانا Love him.